لقد حرصت جمعية أطباء الأسنان الكويتية على مواكبة التطورات العلمية من خلال تقديم العديد من المحاضرات والمؤتمرات، حيث كان لها دور بارز في السنوات الماضية من خلال المؤتمرات التي قدمتها وسلسلة المحاضرات التي حرصت على أن تكون متواصلة طوال العام، وآخرها هذا المؤتمر وهو الثاني عشر لجمعية أطباء الأسنان الكويتية. فإن هذا المؤتمر قد تميز بتقديم ورش العمل ولأول مرة بتاريخها، حيث إن الشركات المشاركة بهذا المؤتمر ستقوم بعرض وتقديم آخر ما توصلت إليه من تطورات على صعيد العمل والمواد المستخدمة فيه وتطبيقها تطبيقاً عملياً، وذلك من أجل رفع المستوى المهني لأطباء الكويت وتطوير مهاراتهم وتعريفهم بآخر ما توصل إليه العلم في مجال طب الأسنان، وبالتالي تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال بدولة الكويت والارتقاء به إلى أعلى المراتب، حيث إن هذه الورش قادرة على تدريب ما يقارب 350 طبيب أسنان ممارس ومختص في مختلف مجالات طب الأسنان كزراعة الأسنان، التقويم، الحشوات التجميلية، تبييض الأسنان، وعلاج أقنية الجذور.